السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناتي يوميات أم العيال وقناة أروبا اللهلوبة. أتمنى تشتركوا في القناتين وتدعموني دايما علشان نوصل مع بعض إن شاء الله بإذن الله 50,000 مشترك، وده حلمي الأول. يعني الفيديو ده ياريت 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 لو حد دخل من حبايبنا الحقوديين اللي أقول إيه، يعني مش هقول يعني الناس اللي هي بيهمها قوي تدمر نفسية الناس او ان هي تتريق قوي على امكانياتهم. الفيديو ده بس للناس المتواضعة اللي عايزة تعيش حياتها بما يرضي الله وعلى قد لحافك من دريك ليك. هنعمل النهاردة اكلة شعبية كده على السريع، بس مش هي المهمة، المهمة ان احنا نفضفض مع بعض شوية وهنتكلم عن الرضا ربنا قسمه لنا، ويعني ايه الفرق بين الرضا والطموح على قد كده. يعني افكاري البسيطه، هنقول بس الاول ايه الغدا. انا بعمل مكعبات بطاطس وبدنجين، بحمرهم كده وكمان برش عليهم بقى ملح وفلفل وكمون، وعلى الطاسه التانية كمان عامله تونه، بحمر البصل والفلفل وبحط عليه التونه والليمون بيبقى حلو قوي، وكمان عندي شويه رز بايت وطبيخ كده هنسخنوه مع بعض، وكمان هنسخن العيش. عايزين انه دايما في فيديوهاتي بقول لكم الرضا الرضا، ارضوا من ربنا كتبه لكم لحد ما ربنا يرزقكم بحاجة افضل وحاجة اوسع وحياة اجمل. بس جماعة مش ده مش معناه ان انتي كده تحطي ايدك على خدك وتقولي خلاص، ما هو ربنا خلقنا كده بنفس الامكانيات دي وبالماديات دي خلاص، يعني ما باليد حيلة. وده مش معناه ان انتي ما تسعيش على رزقك، لان جاتني تعليقات كتير قالولي انتي صاحب بالين كذاب، وان انتي مثلا ازاي بتقولي انا عندي رضا عندي ايمان بنصيبي والحمد لله ان يعني مش بتبطر على نعمة ربنا وان وصابرة على اي حاجة، يعني الحمد لله انا عشت زي الفل. يعني منين ده ومنين بتقولي لي انا فاتحة حضانة، ومنين تقولي انا بعمل مشروع للفراخ البيضة، ومنين بتقعدي تربي بط ومش عارفة ايه، ومنين فاتحة قناة وكمان فتحتي قناة تانية وتالتة. طيب انت كده ازاي انت كده ازاي بقى راضيه بعيشتك كده، انت كده متمرده عليها. انا عايزه افهمكم بس ان في فرق كبير بين الرضا باللي ربنا قسمه لنا وبين الطموح، ومن اهم علامات الرضا ان انت راضيه باللي ربنا كتبه لك، انك انت يعني بتشتغلي ليل ونهار ان انت تغيري وضعك الحالي لوضع افضل. يعني سيدنا علي بن ابي طالب بيقول لك ايه، اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، تمام. وانا عارفه برضو ان هو قال اعمل لاخرتك كانك تموت غدا، انا عارفه. فطبعا يعني انت بتعتبري ان انت يعني مش ده اخرك في الدنيا، لا اكيد ربنا شايل لك الاحسن، بس انت مش هتستني ربنا هو اللي يبعت لك كده وخلاص، لا اسعى يا عبد ونسعى معاك. اي حاجه في ايديكي تقدري تعمليها تعمليها، ما تستنيش ان جوزك ربنا يرزقه بشغلانه احسن في شركه افضل، ما تستنيش انه مع الوقت ربنا هيوسع عليه، لا، لان احنا نشوف احوال البلد عامله ازاي وحال الشباب، وكلنا يعني اللي في السن بتاعي ده يعني انتوا شايفين احنا وازواجنا ما فيش فرصة عمل ثابتة زي زمان وتأمينات ومعاش، وبعد 60 هتلاقوا معاشات والكلام ده ما فيش. انت لو لحقتي تعملي لي قرشين في شبابك يا اما مش هتلحقي تعملي حاجة خالص، او علشان تعيشي مرتاحة بعد كده وتعيشي ولادك في مستوى افضل. فانت الرضا والطموح وجهين العملة واحدة، فجميل جدا ان انت يكوني في حياتك اهداف تسعي لتحقيقها وكوني طموحه. وانا بتكلم دلوقتي ان انت تقدري تعملي ايه، مالكيش دعوه بجوزك وما تعتمديش على جوزك ولا تستني حاجه، هو كفايه بصراحه يعني يكفي بيته. ودلوقتي ايه اللي مكفي بيته بصراحه بيكون بطل، ودي جمله جوزي، اللي مكفي بيته في الزمن ده بيكون بطل بصراحه، يعني هو عنده حق. فلازم تسنديه كده وتساعديه، والحاجة اللي انت تقدري عليها تعمليها تعمليها. وبرضو اوضح نقطة هنا، مش شرط ان انت كده يبقى انت بتسعي، يعني انت محبة للفلوس ومحبة للثروة، ومش كل حاجة في الدنيا الفلوس، ويعني فيها ايه يعني ما انت تروحي شقة اكبر فيها، ما هي عيشة بنعيشها وخلاص، والنظرة التشاؤمية دي بتاعتك. لا، بغض النظر عن الفلوس في فكرة تانية،
النجاح نفسه كهدف، فهماني؟ مش كوسيلة لتحقيق أحلامك، لا، النجاح نفسه كهدف، كحلم بتوصلي له، ده أصلا ده ليه طعم جميل أوي، ليه طعم لذيذ أوي. النجاح إن أنت تنجحي في حاجة أنت حباها، أو حاجة كنت بتتمنيها ونجحتي فيها، بتحسي إن أنت عايشة، إن أنت فيكي الروح، إن أنت ليكي لازمة في الدنيا. مش ان انت اتجوزتي خلاص دي نهاية العالم، اقعدي بقى خلي بالك من العيال، ربيهم تربية حلوة، ودي الحضانة، ودي المدرسة، وجيبي من الدرس، ونظفي بيتك. لا يا ماما، مش هي دي الحياة، بس الحياة مش كده ابدا. لازم انت يكون لنفسك كيان. انا عارفة ان الكلام ده معروف ويان وسطحي، بس بجد بجد بجد، انا اول سنتين يعني انا قعدت سنتين وخلفت بنتي، وبعد كده قعدت لما كملت سنة بدأت اشتغل. يعني اول 3 سنين ما اقولكوش كان في حياتنا مشاكل كتير، وكانت في اكتئاب بصراحه من ناحيتي. ليه بقى؟ لان انا ما وريش حاجه في البيت، قاعده فاضيه، ان كان في عيال او ما فيش، بتبقي قاعده فاضيه، وشك في وش الجدران، بتنظفي بيتك فيها ايه يعني، تنظفي بيتك وتعملي اكلك وتروحي السوق وتيجي من السوق، تروحي لاهلك وتيجي، كل الكلام ده برضو حاجة روتينية كل يوم بتحصل، مفيش حاجة جديدة في حياتك. كل الجديد كان في حياة الزوج، الزوج هو اللي عنده إيه، الله أكبر الله أكبر. إيه، رجعت لكم تاني. هو كنا بنقول ايه، بتلاقي ان الجديد كله في حياة جوزك، هو اللي عنده احداث في حياته، هو اللي عنده مثلا مشاكل في شغله وفي حياته ومع زمايله، وبيحاول يحل المشاكل دي، وبعد ما بيحلها بيحس بالراحة النفسية، فهماني؟ في تطلعات في شغل ان هو يحققها، ما حصلتش بيتضايق، حصلت بيفرح، وحياتك بتتغير، بيتنقل من شغل مثلا لشغل. كل الحاجات دي انا اقصد، وفكرتي ان هي حاجات جديدة، احداث بتحصل في حياته، حاجة مخلية لحياته طعم، تمام؟ طعم مر، طعم حلو، هو في طعم في حياته متغير. انا ليه ما بقاش كده؟ انتوا ليه ما بتبقوش كده؟ ليه الستات ما تبقاش كده؟ يبقى في حاجات في حياتها جديده. انت تفرحي لما ابنك ينجح، ايوه بتفرحي وانت موديه المدرسه لاول يوم، بس لا، في فرحه تانية، طعم نجاحك انت، وطعم واحداث تمر في حياتك انت، ايوه بتعيشيها مع زوجك الاحداث والمشاكل دي، بس لما يكون الجديد في حياتك انت بتغير نفسيتك. ففكره الفيديو دي، انت ازاي تحققي مستوى حلو في حياتك، انت ازاي برضو وتطوري من نفسك، وازاي تقضي على الحاله النفسيه اللي ممكن تنعكس عليك وعلى بيتك وعلى ولادك، ببساطه جدا. انت اي حاجه في ايدك تعمليها عشان تحسني مستواكي وتجددي حياتك وتغيريها، اعمليها. فده رد واضح على الناس اللي قالت لي انتي بتعملي ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه، بس طبعا كان ردهم ده بتهكم، يعني مش بحب، ده كان بتهكم. وانتي بتعملي كل ده في حياتك، انتي انسانة مادية وانسانة بتسعي ورا الثروة. لا طبعا مش كده خالص، الحكاية مش كده، ان انتي زي ما انتي راضية بحياتك لازم تجددي من حياتك ومن نشاطك، وكمان تحاولي تطوري من نفسك وتعيشي حياة افضل، وتضمني مستقبلك ومستقبل اولادك، والضامن هو الله. وفي نفس الوقت، طيب انا ما عنديش امكانيات، انا مش متعلمة، ما عنديش مهارات، ما عنديش خبرات، اشتغل ايه؟ انت اول حاجة هتعملي على محورين، اول محور التوفير في الميزانية بتاعة البيت، توفري في ميزانية البيت، وتبدأ ان انت تتعلمي حاجات اقتصادية جديدة، حاجات على قد الايد، وتتعلمي التوفير، ازاي تعملي ميزانية كده على قدك، تطلعي منها موفرة كتير. يبقى ده اول محور. تاني محور ان انت كمان تدوري تشوفي ايه المواهب اللي انت تقدري تعمليها، ويعني يا ستي ما عندكيش اي اشغال يدويه بتعرفي تعمليها وتبيعي، على فكره حتى لو بدخل بسيط وبتتطوري مع الوقت. زي مثلا انا اعرف ناس حواليا بيعملوا ايه، بيطلعوا كده حاجات لتطريز العبايات والستاير والمفارش، وبيدوها لربات البيت وهم في بيتهم بيشتغلوها، وبعدين يجمعوها منهم ويدوهم فلوس. فانت كل اللي عليكي انت بتطرزي، مش محتاجه مهاره. وكمان ممكن ايه، تدي دروس في البيت لو انت مثلا معاكي مؤهل عالي. ممكن كمان تربي طيور، مشروع تربية الطيور وتسمينها مفيد جدا على فكرة، ومربح قوي قوي والله العظيم. وكتير من الافكار بصراحة انا عرضتها عليكم قبل كده، تملى حياتك وتشغلي بيها وقتك، وكمان تقدري ان انت تجددي من حياتك. الحاجات دي ابدا عمرها ما هتشغلك عن عبادتك لربنا ابدا، والله دي هتفتح نفسك للحياة اكتر.
انا اسفه ان انا رغيت اكتر في الفيديو، بس ده اول فيديو فضفضه اعمله معاكم، ويا ريت تكون فكرته عجبتكم، يكون كلامي خفيف على قلوبكم، وكمان كلام منطقي ينفعكم واخد ثواب يعني من ورا كلامي ده. اتمنى اشوف تعليقاتكم بقى ونناقشها سوا، ونخليه كده كمنتدى، هنخلي الفيديو ده كمنتدى نناقش فيه ارائنا كلها، وكمان انتقاداتنا، وكل واحدة تشجع التانية كده وتقول هتعمل ايه، وتبدأ من نفسها تعمل ايه، وتقدر تدي افكار لغيرها ان هو يعملها، يحسن بيها مستواه، ويقول بقى ايه رأيه عن الفرق بين الرضا والطموح، وهل هما وجهان لعملة واحدة ولا لأ، وكل غني فيه الأغنى منه، وكل فقير فيه برضو الأقل والأفقر منه. أتمنى تشتركوا في قناتي أوروبا لقلوبة، وقناة يوميات من عيال، تشتركوا في قناة إبداع، دي قناة زي برضو كأنها قناتي بالظبط، قناة أخويا جميل.